مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في غناوي وحكاوي. نرجع نتواصل معكم بصحبة ضيوفنا اللي داخل الاستوديو. سمعنا هجر الرياح وهي أغنية صعبة لكن ممزوجة بالشجن والألم اللي كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل. برضو واحدة من الحاجات المختلفة حب للأغنيات المصرية بالرغم من اختلاف السلم، كان بيغني لأم كلثوم وفريد وغيره، فالحاجة دي برضو عندها مدلولات إنه هو بيقدر يطوع صوته وكل إمكانياته في اختزال حاجات معينة حتى لو كانت المدارس الفنية مختلفة. نعم، هو يعني هم زمان معظم المغنين اللي كانوا في 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 الفترة دي، يعني هو أحمد جابري جاء تقريبا بدل الغنى في أواخر حقبة الخمسينيات، نعم، من القرن الماضي. كلهم كانوا بحبوا، كانت السينمات في الخرطوم وفي مدرمان كثيره، وبعدين كانت معظم الافلام بتجي هنا، الافلام معظمها مصريه، ودائما فيها تعرف الافلام المصريه فيها الغناء. ايوه، عبد الحليم حافظ وما بعرف احمد محمد عبد الوهاب وام كلثوم وفريد الاطرش، عندهم كانت مقدره عجيبه جدا جدا المغنين ديل، ومن ضمنهم احمد جابري، في انه من السينما يحفظ، بيخش ثلاثة أربعة مرات بيكرر الفيلم، بيشتغل ثلاثة أربعة مرات، فبيجي طوالي يعزف شرقي ويعني يعزف له أغنية لفريد الأطرش. أحمد جابري بدأ بالصورة دي، يعني شوف المقدرة، يعني مرق من السلم الخماسي اللي هو ده بتاع يعني أهل السودان، ابتدى إلى السباعي وأجاد فيه، بعد ذاك حاول محاولة ذكية وقوية جدا جدا انه يخرج بالموسيقى بتاعتنا برا السودان، لكن ما حب انها يعني يعملوا كلها سباعي، فبقت في اي اغنيه تلقى عنده كوبليه بتاع عشر بلدي. ايوه فعلا صح، زي في بدون رسائل موجودة. زي بدون رسائل وزي في سيدا الليسن. بالمناسبه قبل ما علقت على الاداء الرهيب بديع جدا جدا بتاع بنتنا نسرية الهندي دي، غنت سيدا الليسن بصورة جميلة جدا. تسلم. أنا طبعا ما أول مرة أسمعها لأنه سمعتها في برنامج أغاني وأغاني، في برنامج أغاني وأغاني، وبرضه كنت قاعد يعني في في, في الحلقة، فأعجبت ودهشت جدا جدا بأنه هي غنتها، مما جعل سيد الاسم برضه يعني شباب. احنا نقول انه سيد الاسم يعني واحده من ايقونات الاغنيات السودانيه. بالمناسبه الاغنيه اللي انت غنيتها قبل شويه غنيتها بصورة جميلة جدا جدا، هجر الرياح، هاتي الزمن، غنيت هاتي الزمن، هي اللي مصطفى عبد الرحيم. مصطفى عبد الرحيم وهو شاعر يعني رحل يعني والله في مقتبل العمر، وعنده أغاني برضه مشهورة، عنده أغنيتين بغنيها إبراهيم عوض، وعنده أغنية شهيرة جدا جدا بغنيها الفنان زيدان إبراهيم، ويعني الكلمات جميله وانت غنيتها بصوره جميله، يعني عشان اي حاجه تقولوها نعلق يعني. والله اجمل ما دواعي سرورنا وشرف لنا يعني. استاذ كامل، ايوه، والرياح دي من الاغاني الجميله اللي كتبها مصطفى عبد الرحيم، من اجمل اغانيه. صح، من اجمل. الصديق الياس وحكايه ملام. نعم، حكايه ملام الصديق الياس. نسمع نسمع ان شاء الله. قلبي غطي القلب، قلبي غطي
Thank you.
تشيل الموجة ولفت فارق الفكرة يا بحر حلتنا كرمالك ذكرى لفت فارق الفكرة ولفت فارق الفكرة جاي تعمل ايه معانا بعد ما بدلتنا ما نسيناك جاي تعمل ايه معانا بعد ما بدلتنا ما سقيناك احلى ما في عمرنا ما سقيناك احلى ما في عمرنا من عواطف وما لقينا ما نسيناك جاي تعمل ايه معانا بعد ما بدلتنا ما نسيناك جاي تعمل ايه معانا بعد ما بدلتنا ما سقينا احلى ما في عمرنا ما سقينا احلى ما في عمرنا من عواطف وما لقينا قلبه يعيش في شك وأكتر من يقينه الرهيب قلبه بعيش في شك وأكتر من يقينه يستبيه نظرة جرحة تحترق في الحب سنينه قلبه عايش في العيون شاربة من حب وحنينه قلبه عايش في العيون حتى إنه إنسان يسعى له قلبا يعينه يا ما يتعمل إيه ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه ما كفاه العذاب اللي هو فيه ليه تزيد على مؤثر ما كفاه ما ما كفاه العذاب اللي هو فيه ليه تزيد على مؤثر يا عيون ليه عيون يا عيون ليه عيون يا عيون ليه عيون يا عيون
تبكي وتسهر. جرح الفرقة في قلبه الأليم من حبه أكبر. داعي داعي صباحه سيبه مرة يغسل أحزانه
صباحه كيف يطلع الشعسكور وكتف مكسور جناحه جاي تعمل ايه شكرا لكم وشكرا لكل السادة المشاهدين اللي كانوا متابعين معنا حلقتنا لليوم ونحن بنوثق لواحدة من المدارس الفنية الكبيرة في خارطة الأغنيات السودانية الراحل المقيم أحمد الجابري له الرحمة نتمنى إنه من خلال الحلقة نكون قدمنا ولو إضاءات في تجربة من التجارب الكبيرة شكرا أستاذنا كامل عبد الماجد ونحن قبل ما نمشي وما بعيد عن الإبداع نحن دارين نسمع قصيدة يعني ما ممكن تكون موجود معنا وما نسمع منك أي حاجة والله أنا شايفك أنت بقول أنا داخل قلت لك أبيات كده من قصيدة أنا برضو أسي فيك أنا شن أسوي لأنه ما لقيت حظة من الانتشار وحتى من التغني يعني أي ممكن يعني أنا أقول لك منها مقطع لأنه شايف زي وقتك شارف على النهاية اتفضل فبقول فيها أسي فيك أنا شن أسوي يا سلام لو شفتك أبدر وهل تفيد يا ريت لو يا تغيما حاطة منه ويا تمخمل ويا تجو والكواكب أهل زومة وانت مالي الدنيا ضو علم الغصن النداوة ومن طراوتك هششي وعلم البان التسني والتمايل وتهشي وعلم الطاووس يعدل في اختيال وفي مشي الجمال لما يتي كله للوراق ما ستشي وقلبي تاهي يوم اللي عرفتك اللي تو ما تفتشي يا سلام النسيم لو مر جنبك بأريجك عطري وخلي منك لين يوصل أو يرجع حذري والورد من فرد نداك هدي برضو تذكري عمري ليك أنا واهبه كله هاتي بسمة وأشتري ولو ودر في دربك انت يعني متودري الحرير شافك تحير صد زعلان حنسي انت انا عم منه ملبس الا جاملي وقلبسي وطيفي لو جاك في الاماسي هتهديه ونسي احكي ليه وقولي ليه وخلي عندك احبسي وسيبي من انفاسك انهل وبودادك حسسي يوم تدخلي على المحافل الحضور بالجهجه العيون تبراك جحافل وكل ذول بالتوهي القمر في ليل تمام بيشبهك ما بتشبهي والنجوم مشابه ليها خلي تنزل ليكي انضميها وزيني بيها جيدك النادي البي الفراش لو ركب فاكرك زهره اوعى تنبيه خلي يرشف من رحيقك ما رحيقك ما في ذول ما مشتهي جمال كلماتك ما بتشبه أي مدرسة شعرية مختلفة لامتلاكك فعلا لناصية الإبداع والمفردة شكرا أستاذنا السياسي ونحن دارين نشكرك أنا وزمراوي ونسرين لأننا نحن بنحب أحمد الجابري والله بنحب المغنين كلهم لكن هو بالذات أحمد الجابري ده بنحبه بصورة مش لأنه غنى لي ولا لأنه ده بردد غناه لأنه نحن يعني مع اللحن الجميل العذب اللطيف وجدناه في المدرسة بتاعت أحمد جابري صحيح. صحيح. فأن تستضيفين الليلة في برنامجك اللطيف ده نحن نشكرك وأنا عندي إضافة كده شكرا لكم وجودكم معنا يعني إسراء لو ما أحمد الجابري ده ما كان غني قول خلاني أغني بصراحة نعم قول حسسني وداني الزوج بتاع الفن خلاني أعرف الفن ذاته ودي محطة كبيرة جدا أنا يعني استحضرها في حياتي إنه بديت بأحمد الجابري من ثاني اساس بسمع احمد الجابري بحب امرق من المدرسه سريع جدا عشان امشي ادندن لاحمد الجابري اليوم انت فعلا يعني اديت باحساس عالي وبقدره عاليه على تجويد الاغنيات نحن بنلاحظ انه حتى النوتة الموسيقيه انت حافظها نحن بنشكركم مره ثانيه على وجودكم معنا نتشكر الفرقه الموسيقيه على قدرته برضو العالية على تجويد النوت الموسيقية صعب جدا نحن نسينا نشكرهم لأنهم بصراحة يعني أدوا أداء متميز في الأغاني اللي غنوها الشباب ديل نشكركم مرة ثانية مميزين جدا بالمناسبة
أشكركم مرة ثانية، أشكر كل السادة المشاهدين. الأسبوع الجاي أكيد مدرسة فنية مختلفة، دائما على شاشة قناة الشروق عبر غناوي وحكاوي. إلى اللقاء. بيها يصبر شوية الوعد بيناتنا، إنك كل يوم تكتب إلي الوعد بيناتنا، إنك كل يوم تكتب إلي. هل يجوز والغربة حالة؟ هل يجوز والغربة حالة؟ الخطاب تبخل علي والله، بالخطاب تبخل علي انت، بالخطاب تبخل علي. ما في حتى رسالة واحدة، حتى رسالة واحدة بيها يصبر شوية، بيها يصبر شوية الوعد بيناتنا، إنك كل يوم تكتب إلي الوعد بيناتنا، إنك كل يوم تكتب إلي. الغربة حارة، هل يجوز والغربة حارة؟ الخطاب تبخر علي والله، بالخطاب تبخر علي انت، بالخطاب تبخر علي. قبل ما ودع وغالي، لما آخر مرة شفتك قبل ما ودع وغالي، كنت حاسس إني خايف إني متردد وحايف، خايف إني متردد وحايف، داير أصبر أمامك وداير أضحك وما لقاك، داير أصبر أمامك وداير أضحك وما لقاك. صبر أمامك وداير أضحك وما لقاك، بس دموعك لما فاضت، بس دموعك لما فاضت، بس دموعك لما فاضت، بس دموعك لما فاضت ضيعت صبري شوية، بس دموعك لما فاضت، بس دموعك فاضت، بس دموعك لما فاضت ضيعت صبري شوية. صيح موعدنا الرسايل، صيح موعدنا الرسايل، صيح موعدنا الرسايل، وين رسايلك وين كتاباتك إلي انت، وين رسايلك وين كتاباتك.
بعدك يا حبيبي يا حبيبي. صرت بعدك يا حبيبي يا حبيبي. سر في بحر الزمن يا حبيبي صرت بعدك يا حبيبي يا حبيبي. سر في بحر الزمن سر في بحر الزمن. بعت للآلام مواهبي تحتها بأبقى استمر. وحشة ما بتعرف رزاي دي وحشة ما بتعرف رزاي دي وحشة ما بتعرف رزاي. أغرب عن أرض الوطن وحشة ما بتعرف رزاي دي وحشة ما بتعرف رزاي دي وحشة ما بتعرف رزاي. أغرب عن أرض الوطن بس حرام تبخل عليك انت بس حرام تبخل عليك والله بس حرام تبخل عليك انت بس حرام تبخل عليك والله بس حرام تبخل عليك انت بس حرام تبخل عليك والله بس حرام تبخل عليك انت بس حرام تبخل عليك والله بس حرام تبخل عليك. هات يا زمن